أزمة التماثيل والطعن في عقيدة إبراهيم باشا، ما هي حقيقة هذه الأحداث؟ هل نصب إبراهيم باشا حقا تماثيلا في حديقة قصره؟ وكيف أدى ذلك إلى كره العامة له؟ على هذه الأسئلة أعزائي سنجيب في هذا الفيديو من قناتنا منارت ثقافة، وذلك وفقا لما ذكرته ليسلي بيرس في عدة كتب لها. قبل أن نواصل ندعوك عزيزي المشاهد إذا كنت تتابعنا لأول مرة إلى الاشتراك في قناتنا والإعجاب بالفيديو وترك تعليق فيه اقتراحك. يتساءل الكثيرون عما إذا كانت أزمة التماثيل التي شاهدناها في مسلسل حريم السلطان والتي قام فيها إبراهيم باشا بوضع تماثيل في حديقة قصره هي أزمة حقيقية أم لا؟ والإجابة صراحة نعم، هي أزمة حقيقية وقعت في التاريخ. وحسب الكاتبة ليسلي بيرس وعدة مؤرخين، لم يكن إبراهيم باشا يحظى بشعبية كبيرة أبدا، لكن ومع القوة الكبرى التي اكتسبها لم يجرؤ أحد على التحدث ضده، لأن العامة والخاصة كانوا يرون مدى إعجاب السلطان به. إلا أن هذا لم يمنع أبدا من حصول عدة معارضات وثورات ضد إبراهيم باشا، ففي وقت مبكر من سنة 1525 تم استهداف قصره خلال ثورة الإنكشارية، وتكرر ذلك حتى في سنة 1526. بالإضافة إلى نقمة الإنكشارية عليه، ثارت عليه العامة أيضا لوضعه تماثيل برونزية من بودا جلبها في غزوته ونصبها في حديقة قصره. كان البسطاء يرون أن هذا الأمر محرم في الإسلام، وكانت هذه التماثيل حقيقة دليلا صارخا على حب وإعجاب إبراهيم باشا بالثقافة الغربية. بالإضافة إلى هذا، استخدم الكثيرون هذا الأمر للطعن في عقيدة إبراهيم باشا، حيث اتهم فعلا وهو في أوج قوته بأنه يعيش كمسيحي سرا. كل هذه الأحداث هي أحداث حقيقية، وقد سببت الكثير من الأزمات لإبراهيم باشا الذي كان يتعامل معها بثقة كبرى في النفس. فما هو رأيك عزيز المتابع في أزمة التماثيل؟ وهل من حق العامة أن تتهم رجلا بالابتعاد عن دينه فقط لأنه زين حديقته بالتماثيل؟ حقيقة أنا شخصيا أرى أن هذا الأمر كان ظلما لإبراهيم باشا، باعتبار أن الإسلام قد حرم صنع التماثيل لأن المسلمين كانوا حديثي عهد بالوثنية، وأن وجود الأوثان في تلك الفترة يمكن أن يمثل خطرا على عقيدة التوحيد. فقد كانت الأصنام في تلك الفترة آلهة يعبدها الناس، لكن ومع تطور الزمان لم يعد أحد من المؤمنين يستطيع أن يعبد هذه الحجارة حتى وإن ترك الإسلام أو أي دين توحيدي. الكثيرون يتركون دينهم، ولكن لا أحد يتحول إلى عبادة الحجارة. تحريم الإسلام للتماثيل كان صوابا لأن الناس كانوا حديثي عهد بالوثنية كما قلنا، ولكن ومع تطور الزمان أستبعد أن يكون عقل بشري قد مارس ديانة التوحيد مستعدا لعبادة صنم أو تمثال موجود في حديقة. أنتظر آراءكم أعزائي حول هذا الموضوع، ونقبل بالاختلاف بكل رحابة صدر. هنا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، أتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.